على الارض، لمسه كره في وسط الملعب من احمد ياسر، لكن شوف هنا بقى غنام محمد يا ولد قطع الكره، غنام محمد زعزع على يمينه، لعب الكره لزعزع، زعزع زعزع مع الكره، وهنا التدخل من العش وفي النهايه يمسكها الكره البينيه اللي اتلعبت له، وهنا زعزع يعني هو يعني اتاخر في القرار بتاعه، لكن العش على طول ضغط عليه. حكم انا سامعه هو بيقول لهم هشوف الفار الملعب، لكن هو لازال ينتظر قرار الفار، رايح يشوفها في الفار الكابتن محمد الحنفي، رايح يشوف اللقطة في الفار الكابتن. يقول له عيدها لي من نفس الزاوية، يقول له ارجع لي من الزاوية الثانية. الكورة اللي ما بين العش وما بين علي زعزع، هيصفر الحنفي بعد العودة للفار، بيقول ركلة جزاء لمصلحة فيوتشر، ركلة جزاء لمصلحة فيوتشر في أرضية. هتتنفذ ازاي؟ على الأرض عالية في الزاوية اليمين، في الزاوية الشمال، مروان وصبحي، صبحي ومروان، ومروان يا ولد في أقصى الزاوية اليمنى لحارس المرمى يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي فيوتشر في الدقيقة 44. فيوتشر يتقدم بالهدف الثاني من علامة الجزاء 2. يعني العش واللي كان تدخل فيها العش من أمام علي زعزع وحكم المباراة للعب، بعد كده ناداله الفار احتسب ركلة جزاء. مروان محسن يسجل رابع أهدافه ويسجل ثاني أهداف فيوتشر في مباراة اليوم، 2 فيوتشر لا شيء البنك الأهلي. قلت لكم قبل المباراة لو تتذكروا ان احنا هنشوف مباراة حافلة بالاهداف، وبالمناسبة المباراة لم تنتهي بعد، بل كتبت واحدة من فصولها لسه. وهنا قدامنا الكابتن علي ماهر فرحان وبيسجد لله شاكرا الكابتن.